السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى والناس تعزاز عليكم، كنتمنى تعطيونا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. اول حاجه بغيت نشكر المتتبعين ديالي العزاز، المتتبعين ديالي الاوفياء، المتتبعين اللي كيبغيو ياسين فلوغيو بدون مقابل. شكرا على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي حطيت البارح، شكرا على التعاليق الزوينه اللي خليتو لي تما، قريت التعاليق كاملين تعليق بتعليق تعليق بتعليق. شكرا على التعليق ديالكم الزوينه البارح، بينتو على انكم متتبعين اوفياء، شكرا لكم. هذه الفئه الزوينه. دابا غندوز لواحد التعليق الاقليه اللي هذا هو اللي ما عجبنيش في الفيديو ديال البارح، بانت لي ان باقي شي ناس معنا عنصريين وباقي التخلف وباقي داك الميز العنصري. تصوروا شي تعليق البارح، المشكله كتبوهم بالفرنسي، حيت انا في الفيديو قلت لهم راه السيده ما كتفهمش العربيه، راه كتفهم غير الفرنسي. تصوروا التعاليق الرسائل اللي كيصيفطوا لها بالفرنسي، راه داكشي ما يمكنش، راه بزاف. انا كنحشم كنبلعس على التعاليق، كي كيتكتب تعليق خايب كنمسحو كنطير نمسحو. علاش؟ باش ما تشوفوش هي، باش ما تحطمش نفسيه، هي باينه وخايفه من التعاليق وخايفه من داكشي، وديجا كتعرض للتنمر، هذا هو المشكل اللي كتعاني منه هي العنصريه. تصوروا التعليق كي كيتكتب بالفرنسي، كنمشي نجري كنقراه، الا كان مزيان كنخليه كنخايب كنطيرو باش ما تشوفوش هي. ومع العلم ان شفت بزاف ديال التعاليق، لا علاش خديتيها سمراء، هما قالوا السمراء، راه كاين شي تعاليق راه كيقولوا علاش خديتي هاد المشوطه، على خديتي هاد، المهم شي تعاليق ما نقدرش نقولهم. خليتي بنت بلادك وتزوجتي بها هي عائلة شو، المهم شي تعاليق خايبين بزاف ومستفزين بزاف. كنقول انا او واش الناس خايبين حتى لهاد الدرجه، باقا عايشين معانا في 2022، باقا العنصريه لهاد الدرجه، باقا هاد الحقره لهاد الدرجه، باقا الناس كتامن بالمظاهر لهاد الدرجه، باقا الناس كتامن باللون. الا كنتي بياض يفضلوك، كنتي كحالي ولا اسود، لا هذا ما قلبو، واش حساب لكم كاع اللي كحال قلبو كحال؟ بالعكس، كتلقى واحد اللون ديالو اسود وقلبو بيض وانظف من داك اللي بيض وكيبان لكم لابس مزيان مع اللي فراسو مأنتك. كتلقى واحد مسكين غير اللون ديالو اسود، ما اللون اسود راه زوين، وتنوضوا لا علاش خديتيها من السنغاليه، لا كنت ديتي بنت بلادك، لا مالكم هاد الحقد، واش غتعيشوا معاها نتوما؟ واش شغلكم؟ واش شغلكم نتوما؟ الواحد لما قالت شي كلمه زوينه يدخل سوق راسو، اللي ما قالت شي كلمه زوينه يديها في سوق راسو. ماشي نتوما اللي تزوجوا بها، ماشي نتوما اللي غتعيشوا معها حياتكم، ماشي نتوما اللي كتبغيوها وكتبغيكم. هذه مساله شخصيه انا بارطاجيتها مع المتتبعين ديالي العزاز اللي غيشجعوني واللي غادي يوافقوني الراي، او انت اللي بغيتي تعطي الاراء ديالك في تعليق، تكتب شي تعليق اللي هو محترم، ماشي دير شي تعليق اللي هو مستفز وتكتبي زعما بالفرونسي راه ما غنفهموش، راه غتفهموا غير هي الرسائل اللي كتعطيها. سيري لبلادك، واش اختي جايه عندك لداركم، انت داخله لداركم اللي كتقول لها سيري لبلادك، اش بغيتي هاد مشوطه؟ واما التعاليق بالعربيه بعدا كان هادوك كنمسحهم، ولكن جاب الله ما كتفهمهمش هي. انا ما قتلوني غير هادوك اللي كيكتبوا ليها التعاليق بالفرنسي الخايبين، وزاد شي وحدين كاع مشاو بعيد، قال لك حنا كتبوا وحده كتبت واحد التعليق، شوف كتبت واحد التعليق طويل ومترجمه بالعربيه، قال لي راه كتبت لها بالسنغاليه سيري بحالك السحاره. شوفوا الحقد فين وصلت، عاد بلا دارت مزيه زعما سيري بحالك السحارة، وجاي مترجمها لي انا بالعربيه، شوف اشنو كتبت ليها باش تعرف. راه الظلم خايب، والله الا الظلم خايب، قسما بالله البارح حسيت بالحقره، ما نكذبش عليكم المشاهدين، البارح طلع لي الدم بزاف، قلت حشومه وعيب وعار، حشومه الدريه اول مره دخلت اليوتيوب، بينت معايا انا اللي كنت سبب لها في هاد التعاليق، وليت كنقول البارح كنلوم راسي، كنقول علاش بارطاجيتها معاهم اصلا، ملي غيبقاو يتنمروا عليها بهاد الطريقه ويبقاو يكتبوا عليها بهاد الطريقه. كاين شي تعاليق صراحه، شي تعاليق اللي عجبوني بزاف والله القسم، شي تعاليق اللي البارح كنقراهم وانا متاثر، شي وحدين لا بالعربيه لا بالفرنسي، على ان التعايش خاصو يكون، ما كتهمش الجنسيه وما كيهمش اللون، المهم هو تكون التعاليق بزاف، المهم هو تكون مسلمه ويا راه مسلمه، المهم هي تكون مسلمه، والمهم هي تكون بنت ناس ومعقوله. وكاين شي وحدين الناس عندهم تجارب انهم ديجا تزوجوا من السنغال او تزوجوا مع افريقيات او افارقه، كيقول لي الناس اللي عمرها دار، ناس عندهم غير نيشان، ناس ماشي طماعين، ماشي حتى شي حاجه، الناس باغين غير يعيشوا او يعيشوا حياتهم نورمال عاديه، هادشي اللي كاين. هذه حتى انا كل ما جربتها وكل ما هضرت معاها وكل ما خرجت معاها، انا راه ماشي صغير، انا مثلا انا داير انتقاد كننتقد الناس، وغادي نمشي ندير غلط انا نطيح راسي، هذه هي ديال
بالزيرو مع الشيب اللفت انا ولا الفقيه اللي كنتسناو باراك تدخل الجامع صلى بلغته مثلا. انا كنتاقد المفارقه وكنتاقد هذه النوض، انا ندير واحد الغلط بحالهم ولا لا؟ بالعكس، انا السيدي هضرت معاها وجربتها وجربتها وجربتها. ماشي، اش قلت لكم انا المده ديال السنه وانا كنعرفها، ما بغيتش نبينها في اليوتيوب. شحال دابا ديال اليوتيوب؟ راك شي 3 شهور، شي 4 شهور، دابا 5 شهور، علاش ما بينتهاش؟ حيت كنت باقي متاكد. اول حاجه كنتاكد من المشاعر، ثاني حاجه تاكد من ان ديك البنت الناس واش معقوله ولا ماشي معقوله، واش راه شوفوا راه داكشي قالك الزواج ليله تدبيره عام، يعني واحد حتى كتعرفو مزيان وتاخد عليه معلومات شنو كيعجبو ولا تكون شي حاجه كتعجبو انت ما كتعجبكش، بزاف ديال التوافق. عاد ديك الساعه توكل على الله. وكان كما قلت لكم كان المشكل ديال الوالده، تو كان عندي عائق شويه. الوالده كانت في الاول ما بغاتش، عارضات لا لا ماشي على حساب اللون ديالها ولا حتى شي حاجه. عندنا حنا قلت لكم ديك القضيه ديال باقي عندنا شويه العائله كيتزوجوا من العائله بزاف، كيقول لك معت خيرنا ما يدي غيرنا، الولد البنت العم وبنت العم البنت الخال، وهذه باقا عندنا شويه في التقاليد عندنا في العائله. ولكن مع المده الوالده ملي بقات كتهضر معاها وهذه وكتهضر مع اختي وهذه ارتاحت ليها، صافي ارتاح وقالت لي الله يسخر لك ولدي وان شاء الله. انا قلت لكم دابا مع الوقت غتبان، ما غاديش نبينها دابا، وان شاء الله ملي غتبان غتكون داكشي لحق طريق، وغيكونوا هما اللي الدار الوالدين كلشي. زعما ماشي غير انا وهي والراس في الراس ولا هذه، المهم غيكون داكشي مناسبه، يجيو عائلة هي من تما ان شاء الله الى كتاب ان شاء الله. علاش لا، انا نمشي تما للسنغال مره مره نشوف، راه خوتنا حتى هما وحبابنا عادي ما فيها باس، جيراننا نمشيو نشوفوهم ويجيو يشوفونا ونكونوا نتعايشوا. اي واحد كيرتاح مع شي وحده ولا كيرتاح مع شي واحد الله يسهل عليه، ما ندخلوش حنا نكونوا لا نتنمروا عليهم او لا نبغوا ندمروهم. سيختو دي هادي هادشي راه ما قلناش لكم صيفطوا قيمة الدجاج وصيفطوا قيمة السفرة وصيفطوا قيمة البسطيلة وعاونونا في العرس وصيفطوا قيمة النقافة وصيفطوا قيمة الضيافر، هادشي ما قلناش لكم، هادشي عا بارطاجيناه معاكم. ماشي مضرب ليها وجهها، واش درتوا ليها؟ الله عليكم، ما شي وحدين معانا هنا، شي وحدين في التعاليق، هادشي مضرب ليها انا وجهها وتنمروا عليها. شي وحده قالت لي مبين ليها عايد ليها كحلة، ما تكون كحلة ولا تكون بيضة ولا تكون تبع نفسجية، انا كان اللي غنتزوج بها والله. الا شي وحدين زعما هادشي راه ما قلناش لكم صيفطوا الفلوس، كنا قال لكم صيفطوا الفلوس على من الله كون بلوكيتونا كاع كون خرجتوا من كون ديزابونيتوا من القناه. لا قال لك لا مبين لي عيديها، وش انتقادات بزاف، مهم بزاف. راه شوفوا الدجاج والسفره فيكم فيكم، ولا ما تقعدوا تخرج تعايروا صباح وعشيه، غنتزوج بها غنتزوج بها، حليب حليب قهوه بالحليب مالا كوب زوين الحمد لله. المهم هي انها هنيه بزاف الضحك. شوف غان من قدام غنبارطاجي معكم شي حوايج حتى الوصفات كيفاش كيطيبوهم، راه الزو عندهم الماكله عندهم زوينه والله القسم. غير مره كيقولوا الحار 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 الحار، وان شاء الله من القدام غنبارطاجي معكم شي حوايج اخوتي. ما نطولش عليكم، هادشي اللي كاين كان دارني خاطر من ديك القضيه ديال التعاليق السلبيه، ولكن اللي فرحني اكثر هو التعاليق ديال الناس اللي كيبغيوني وكيحبوني بالصدق وشجعوني. شكرا لكم، وعطيونا اللايكات والتعاليق والبارطاج.